الليلة نحنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحب بكم حبابكم قناة الشروق ترحب بكم ترحيب شديد وبرنامج مسرح في الهواء الليلة بيطرح موضوع بنفتكر انه من المواضيع المهمة جدا جدا اثناء التمثيلية حنقدمها او العمل نقدمه اذا اي زول حس بانه ممكن يشارك حبابه إذا بعد ما تنتهي العمل أو تنتهي التمثيلية بعد ذاك داري شارك ودينا وجهة نظره برضو أن إحنا محتاجين لها عشان بتدعمنا وكثر خيركم على الوقفة دي وبارك الله فيكم نشوف الموضوع لا 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 بلاش الآن لا 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 أها اللي بيسوي فينا لا 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 بسوي فيه شنو يعني؟ يا اخوانا نفاج فتحوه بين بيت وبيت ودير فتحوه في النفاج بين بيت وبيت النفاجات دي فتحوها يا زوجتي العزيزة عشان الناس تتقرب لبعض عشان الناس تشوف بعض عشان الناس تفقد بعض لكن انت عملت انك بقيت زي الفار تدخل بين الفاج وتمرق بين الفاج تدخل بين الفاج وتمرق بين الفاج تشيل في الجوالات تشيل في القطيعة تشيل في النميمة شنو يا اخي حكايتك يا اخي النفاج ده عملوه عشان الناس يخشوا على بعض عشان نشحد من بعض عشان نتعاون مع بعض فيها شنو يعني كان شحدت لي توب التوب ده حق حاجة السر ابو جيج القديم الزمان يا يما خاتاه لما تلبس حاجة سرة تقول مارق من خشم بقرة جبته وغسلته وكويته وطقمته عليك الله رايك شنو في الطقيمة دي؟ طقيمة؟ أي أنت مخلي حاجة سرة ولا حاجة نفيسة ولا حاجة كلتو أنت ما شايلين كله أنا مقصر معاك في حاجة؟ لا أنا مقصر معاك في حاجة يا سامية ما مقصر اللي بوديك تشحدي من الناس شنو؟ الناس لبعض يا إخواني الناس لبعض كشحت فيها شنو يعني كشحت حبة ملاح يا حلال الشحدة زمان لما انت تقول الدنيا طرقت كسر ارفعوا لك الطبق كله هسي هم بدو الا بحمرة العين حتى يدوك يا اخي انا عرفت انك بتمشي تقلعي قلع انت بتمشي الجيران بتقلعي قلع ما معقول يا اخي والله العظيم انا شحتي وادوك مالو لكن انت بتمشي تقلعي انت عارفه انا جاتني كم زول يتكلم معي عارفه لقيتني كم مره في الشارع قالت لي لما ارتقت عليك يا راجل لما عارفه كلمه لما يعني شو انت ما بتعرفي يا اخي انت مجرده من الاحساس والذوق لا لا والله عندي احساس, ما عندك إحساس والله اقول لك حاجه انا عيني دي ما قويه ولساني سليط يوم داك لابسه توب نفيسه في المناسبة أنا قاعدة في الصينية قالت لهم التوب ده حقي حمرت لها كده حمارة بعد شوية جات قالت لي لا لا والله أنا بهزر معها ساكت إذا داعي للحمير ده الغرض اللي عملوا لنا النفاج جدودنا زمان لما عملوا النفاجات دي عملوا عشان الناس تتواصل مع بعض عشان تتحانن مع بعض عشان تفقد بعض ما عشان تدخل والتياب هينا والعدة هينا انت ما مخلي حاجة انت بتنقلي كلام فلانة قالت وفلانة سوت وفلانة ودوها وفلانة جابوها وفلانة خدتوها وفلانة رفعوها هاي 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 مالك مالهم يعني اذا اسكت سمع عليك كلام اجيب سمع عليك كلام اجيب ماشي النفاج ماشي تجيب لها قوات يا 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 سمعتني شنو؟ داريني طلقوها داريني طلقوها مالك ماله ما تمشي تحنس الراجل ده بيدخلك شنو في شؤون الجيران والنفاج ده عمل لي
شنو ما رايح حاجة زي دي عشان كان حصلت مشكلة انت تمشي تتدخل تحت يا عارف الناس الستر واجبة يا راجل قلت لك حصل الراجل ده حصل الراجل ده ما يطلق المرة حصله يا اخي اقول لك حاجة أي. انا لمن امشي لناس عثمان جارنا ده بمشي بالباب عديل أن فايدة عملوكم انتو والأطفال يقربوا لكم المسافة من الشارع لكن انا بمشي لي بالباب عديل انت ما عمل عشان تمشي تربط الكلام وتربط المشاكل وتجي تقولها لينا لا لا والله انا المشاكل لما مشيت المشكلة دي هسي المرة دي كانت اتطلقت لكن قلت لي يا راجل اقيف دوم اولادك ما تشاكل معاه ساكت في الهينة والقاسية انت عارفة مشكلتهم شنو؟ ها؟ عارفة مشكلتهم شنو؟ شنو؟ نظامة زي كده اعمل حسابي اعمل حسابي برضو هي شكوى منها ماشية داخلة بين نفاج وبارقة بين نفاج عاملة النفاجات دي مجاري جارية كده وجاري يا بنت الناس يا بنت الناس اعقل شوية يا اخي انا ما مقصر لك في حاجة العدة جايبة لك الفضية عندك مليانة الدواليب عندك مليانة تمشي يعني لك كوباية تمشي تجيبها من الجيران هاي لكن ما شفتك بابي سعدية وما علي عندها طقم بتاع سرامس جوني ضيوف يا اخواني ما اشيل منها دايره اكل ولا ما طقم بكف فيه للضيوف وبقدم وبرجح ليها السلام سلام انا جبتها لك هينا موضه قديمه موضه قديمه في حاجه طلعت حسي موضه جديده الله بدلين انسد العده ها بدلين انسد العده ابدل القديم شيل الجديد لا 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 دي بجيبوا لها من وين انت عندك مرضى اسمها دي بجيبوا لها من ابو ظبي يا اخي ظبي انت عندك مرضى اسمها الشحذة انت عندك مرضى اسمها حق الناس والله بريده ها والله بريد حق الناس هاي لكن كده ما صح هاي لكن ما برجع مالي والله التوب ده يا دام حسي شايله منها له 3 شهور بس لابساه 3 شهور اي وخليت ليش شو طيب انت بس ماله هسي عليه وشنو ما جديد هذا محافظ عليه عليه وشنو هالسجاه وشنو التوب ده؟ الزول مش هذا الزول من الحاجه مره واحده يمشي بها مشوار يقضي بها ماموريه 3 شهور التوب يا سامي حرام عليك يا اخي يا الهي والله اقول لك حاجه هاي 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 من بيعرفني البسن ولا بيعرفني تهندمن والله العظيم يوم ذاك واحده اسمها سرقت لي يا ساميه قال لك الله جابوا لي توب جديد تعالي البسي لي عشان اشوفه فيك منظر وكيف يعني بديتي من كان يحطوا عليك الهدوم ويتفرجوا فيك انت واهمه نفسك والله انت واهمه نفسك يا وليه ده وهم في راسك ده والله ما وهم زي غيرك والله ما وهم العجب كان جيت طويله شويه كده حي انا جابوني ما دقدق دوري صايره حي الحمد لله ما جيت طويله كان عزبتيني عندي حبوبه كده ما دقدق لي ورا شكيت عليه منو حبوبتي دي جبدتني لكن كان جيت طويلة وكان جيت فارع أكاد التياب ديال بعمل فيه شنو وما علي كفاك عليك الله التوب ده كفاو رجعي لي ستو واعتذري ليها 3 شهور توب ده توب ولا إجازة هيا يا بهي هي عجوزة ولا قاعد تمر يا أخي انت مالك مالك يا توبة خليني نستفيد من استغرض وليها خليني نستفيد منه جارة ثانية يا أخي ما ممكن دي أنانية منك وحب نفس وحب ذات أقول لك حاجة أنا ماشية ناس طاهرة داني طاهرة أه. قالوا ما جاتوا مبارح من أبو ظبي ماشي أشوفهم جابوا شنو وأشيل منا شنو أصبري يا أختي عليك الله تعالي عليك الله تعالي يا بنت أمي الجيران كان يشحدوا فيها حاجة أها عليك الله فيها حاجة يعني كشلت توبك كده دوشيت به وجيت به وفيها حاجة وكان تم عندي 3 شهور يعني شنو يعني؟ لا لا كم ما فقدت قيمته هي ما اشترت عشان انت بتجامليها ولا شنو؟ ها؟ ابدا عشان تتمتع بها ولكن انت ممكن يعني تقضي حاجتك ولكن ما يتم 3 شهور اجي لا انت بتجامليها يعني كلامك ده مجامل لا 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 ما جاملت لي قالت لي ما يتم اها 3 شهور تشيل التوب 3 شهور 3 شهور ده عدم زوج ده عدم زوج؟ امشي عليك الله بلا عدم زوج معاكي امشي كدي يا ولد عدم زوج كلامي جاك ولا ما جاك؟ كلامي جاك ولا ما جاك؟ ما عارفة ده التوب دي ما عارفة العدة أنا كان وريتها الصحانة اللي أنت شايلها من زمن عرس حسين جارنا ليالسي كان عرفت حاجة كان لك صينية فيها 40 صحن يا بنت الناس دايرة بهم شنو؟ أقول لك حاجة؟ أقولي لي؟ هاي لكن اليومين دي ما العدة ذاتها فيها طقم طقم بالبرتغالي قول يا للحق أطلبوا يضي لك الصيني القديم ده ما دايره هاي لكن تشيل العدة من الناس تكفلها بالدولاب وبتكفلها بالمخزن بشهور
يا بنت الناس كلامك ده عوج، كلامك ده غلط. الجيران ما بيستهلكون كده يا يستهلكون كيف يعني؟ يستهلكون يعاونون ويقفوا معاهم ويشوفون دايرين شو. وانا مقصرة يا من بالله اي مناسبة حقتهم انا اول واحدة بقف المناسبة. ما بتمشي المناسبة عشان تسمعي قالوا شنو وسووا شنو ودي قالت شنو ودي ودت شنو، ما بتمشي المناسبة عشان تقفي معاهم ولا تخدميهم. ايوه عرفتي انا بتجيني اخبارك، ما تفتكر انا قاعد في البيت ده طرطور، انا عارف اي حاجة، اخبارك بتجيني من الحتة من تدخل البيت الجبنة التشربية الكلام ما تقوليه الجوالات التنقولية يا بنت الناس مالك يا راجل. هاي هاي امشي شوف لك رد معاهم، انا ماشي انا في حاجة فاطمة دي امشي كده امشي يعني. امشي ضحكتينا يا لا انا داير اعرفك انك انت معارض النفايده في شنو؟ هي هم ما في له داعي. كيف النفايد ما في له داعي؟ هي ما في له داعي، ياخذ حاجه كانت زمان موضه قديمه يا خنتات. النفايد ما في له داعي؟ هي ما في له داعي. موضه قديمه وكانت ايوه هي. موضه قديمه ليه ما نتمسكها؟ هي زول يكون قاعد في بيته مستور يا اخ ما تعرفني ذاته انا اكلت شنو ولا شربت شنو؟ البيت ده ما ستره اقفلوا علي ما في زول يجيني يا اخي احنا ما ممكن افتح لنا فاج اكون ناقل كذا قال لي زول واقف لي في راسي كذا يا اخي معقول يا اخي فجاه كذا معقول يا لا يحمل لا دستور ده كان زمان لما الناس كانوا طيبين الناس من هناك يا ساتر ناس البيت كيف حالكم كنا عليكم طيبين هسه ما في كلام زي ده هسه الزول بيلقى لنا فاج بس تقعد قاعد قدامك يا اخي معقول يا اخي معقول يا اخي النفايد يا اخي بعرفك انا انت كان طيب كان عيان كان عندك حاجه يا اخي احنا ما عندنا ادب ما عندنا ثقافه ما عندنا استئذان يا اخي يا اخي الاستئذان ده جابه في القران يا اخي الله قال كده يا اخي الله قال الناس استاذن تخش ساكت يا اخي يا اخي نحن ناس الكرم وجود يا اخي ناس الكرم وجود كرم وجود ده كرم وجود ده براوي يا اخي كرم وجود ما ممكن زول انا قاعد في بيتي فجاه قال لي زول واقف قدام يا ابراهيم يا اخي تتكلم كيف يا اخي بعد ان الناس بقت نظام الشقق عشان دي خلوها ذاتها بقت موضه قديمه يا اخي ما في زول بيبني له بيت يعمل له حوش يشيل وطه ذاتها وين عليك الله يقسموا فيها الله يدينا بعدين شبر يا اخي عليك الله بالله خلينا يا راجل يا راجل استهدى بالله يا اخي استهدى بالله في شنو؟ تكفلوا كيف تكفلوا كيف انا ما دارك تكفلوا يا اخي انا 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 انا, أنا حوش ذاتي ما دايره خلينا نفاجئ حوش ذاتي ما دايره يا اخي ابني بس طوالي كده الباب حق الاستقبال طوالي بس حاجه صغيره ضيقه كده بس طوالي مع الشارع عشان ذاتي اختصر مين يجيني زول يقول لا والله ما شاء الله بيت واسع انا عندي طلبه كده يعني يقعد معاك انا فاتحتك يا اخي يا اخي زول ما بيبقى براوي يجي يقعد معاك يا اخي الله يرضى عليك الناس ما بتحس الناس بقد ما بتشعر يا اخي زول ما بيبقى براوي يا اخي ما بيبقى طاقه يا اخي ما بيبقى براوي يا اخي سجن يا اخي الحياه بقى طاقه ما بنقدر يا اخي احنا اولادنا ما قادرين ناكلهم يا اخي جيب لنا حاجه ثانيه كمان ناخذها معانا يا اخي يا اخوانا بسم الله يا اخي يا اخي احمد الله يا اخي الحمد لله يا اخي احمد الله يا اخي الحمد لله يا اخي الضيف زمان بيجي الساعه 12 يا اخي الناس بتقيم عليه يا اخي الدنيا كانت بخير يا اخي الاكل كان فيه والحاجات كانت فيه اسع ما في يا اخي ما في هذه خطه راح ما هي تخش بها هنا تمرق بها هنا تلقاها ما في شيء على الاقل خلينا يا خط الرحمن في قلبك انا خط الرحمن في قلبي خط الرحمن في قلبي لكن خلاص يا اخي انتهينا يا اخي بقت ما في ذاته يا زلمه ما بيشتغل بالثاني نحن نطلع من الصباح ما فاضيين عندنا شغل يا اخي زمان زمان نحن 15 في البيت 15 نفر من بيت من ولد لبنت لابو لام لخاله لعمه 15 نفر في البيت في نفر شغال واحد زول واحد شغال ياكلهم كلهم وبنيه صافيه وكلهم يشبعوا هسه 15 نفر 14 يكونوا شغالين يغلبون زول واحد ياكلوا على الاقل خلينا خلينا يعني خلاص يعني خلاص المروه انعدمت المروه انعدمت خلاص وينها؟ ها؟ وينها؟ المروه انعدمت؟ لا قاعده المروه قاعده ونحن الخرس بنملاه وبنكرم ضيفنا دي راحت سايق ده شعر سايق ده شعر ده شعر هسه داير اقول لك حاجه هاي؟ انت ده النفاي ده هسه ده كان بالليل جاتك خمت نفس ولا نفسك انقبض ها هاي. انا بالنفايده ما بسمعك ما موت وهمسايه على الله ما كل انت بتبقى براك بتبقى براك من غير الناس ما بتبقى براك من غير الناس ابراهيم انت دار تعيد الماضي دار تعيد حاجه زمان نفاج وناس طيبين وكيف حالكم والعصر ليه ما تنعاد يا اخي والناس رايقه وبالراحه والحاجات عليه راحتها وكذا والغدا جو بالراحه وخذت الغدا واكل واشرب الشاي واليوم راقد ده ما هذا انتهى الموضوع انتهى هسه عزول يطلع الصباح يشتغل يمرق يشتغل في حته ثانيه عشان يقدر يعيش اولاده عشان يقدر يقريهم عشان يقدر يعلمهم عشان يقدر يعالجهم يا ابراهيم معناته انت بعد شويه حتشك في ظلك ده حتشك في ظلك ده انه حيبعك هنا حيبعك انا ظل ذاتي ما بثق فيه صح الكلام ده ولا ما صح انا بعد اشوف انا والله ما تقول لي مروه وتقول لي هنا المروه شنو ده كان زمان مروه شنو هسه وين المروه عليك الله يسلمك لقيتك مروه انت في والله في
والله وين؟ في ناس، والله في ناس اصحاب مروه. وين؟ والله اصحاب شهامه. والله في، والله في المليون واحد. والله ادخل لي رمضان. والله في المليون واحد. والله بيقفوا بالعمم في الزلط بيشدوها كده للبصات. يعني انا انتظر رمضان الخير يبقى بالمواسم، انا انتظر رمضان. انت كم انا بديت. انتظر رمضان لحد ما يجي عشان القليز وشه العمم. خش هنا عليه الطلاق تاكلوا عليه عشان رمضان. انت كم بديت رمضان؟ انا من سنه لسنه. انت كم بديت؟ انا فكت منه ولا شنو؟ ده ما فكت منه. ها؟ الفاكه منك انت، عبد الحكيم عامل نفاج بيني وبينه. ايه؟ ومصير عليه وهو. دارك فيه يا ابراهيم. ها؟ دارك فيه. لا لا يا اخي. دارك فيه. البيني وبينك والبيني قفلوا كله. يا اخي انا عندي مرة من الجيراني يا اخي. ما من الجيراني. سيفات تدخل مجاي تمرق مجاي تجيب لها المشاكل يا اخي. انت قبل كده قلت لي انا بكون حريص عليها. يا اخي. انا بمسكها. غلبني. ها؟ غلبني كله. خلاص بوظف النفاج كله بوظف. لك فيه. اي. الحل الوحيد انا كنت يعني لما قعدنا انا وانت ولقينا قاعد اخواتنا الله يرحمهم قالوا لنا النفاجات دي كان فوق راي، لكن هسي بقت حاجه ثانيه. تك تجيب القوال يا ابراهيم وتجيب الصواطه وفلانه قالت وفلانه ما قالت. يا اخوان الكلام خلاص، طلع منا الحجار، طلع منا الحجار. يا اخي خليها تسكت. سكيتها يا اخي، سكيتها يا اخي. انا ما اعرف اسوي شنو. بوظت علينا النفاج. بوظت الفكره كلها اساسا. احنا ما كنا اساسا دايرين زي محمد دا والغيره يعني يغيروا مننا يعملوا نفاجات. انا غايته واقف مع محمد دا في حكايه قفله دي عشان بس مرتي ما عشان حاجه ثانيه. ابراهيم دارنيت عليه بالباب يا اخوي. ها؟ دارنيت عليه بالباب. انا دارك اجيك بالباب. حكاية نفاج دي بقت ما نفع، جابت لنا هوا عديل، هوا. ما معقول يا اخي. يعني هسه يا اخوانا نحن نخلي النفاج؟ هسه هي وين؟ كيف نخليه صايت الحتة؟ ها؟ الحياة غير، زمان الناس كانت ضمائرها صافية. أيه؟ وفاتحين النفاج حالة واحدة، لكن هسه بقت والله ما بيحترموا النفاج. يعني حسي احنا حنبقى قاعدين ما قاعدين يحترموا النفاج حسي في الوقت الحاضر ما قاعدين. معناته بعشوائي انا اخوي ود امي وابوي ما بخليه يخش علي. والله حسي ود امك ود ابوك قافل بابه وقفل النفاج. اه ده كويس، لكن يا اخواننا ما هو كويس، لكن الحياه هي خلت الناس تعمل كده. ما ممكن احنا نغير الحياه دي؟ ما ممكن تغيرها. ليه ما ممكن نغير الحياه؟ الحياه كده بقت غاليه وبقت صعبه جدا جدا. ايوه. ها؟ بقت صعبه جدا جدا وصيغه ما في فيها. كلامنا ما بيصير. كيف الكلام ده؟ ما بيصير. ها؟ الناس ما واثقه بعض، ما بتثق في بعض. ايوه يعني حس انت بيشك فينا انا وانا اشك فيك. ايوه. طيب الفايده اخوك بيحتال على حقك بشيله. اوب 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 اها. يبقى تاني الضمائر تكون صافيه زي زمان. اهون انا سامع عليك وراك المعامله. والله قالوا لي داير تكفي للنفاج. تكفي للنفاج نوض على الجيران بالحيطه. حلفت بالله انوض بالحيطه. يا مره ده انا اكلم معاك قدام راجل ده. ايوه. انت اولا حاجه زولا بتنقل الكلام وبيشيل الجوالات وبوظ سمعه النفاج. وبقت ما في صيغه من الناس كويس. شنو ما ده النفاج اصلا ما عملوا له كده. النفاج عملوا له التوادد والتراحم بين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم وصالب الجار احنا نشيله في راسنا ده. ونحترم ضيفه. ونديه كويس ويدينا يدينا ملاح ونديه ملاح، ادينا الكسرة ونديه كسرة، ادينا رغيف ونديه رغيف. ايوه ده النفاج عملوا لنا كده. التبادل ده، المحبة دي عمل لنا الجوالات والتسني. توب علي الليلة وما شفت نار. هو شغل غير كده يا ابراهيم. هاي رغيف شنو اللي بده؟ ومنح شنو اللي بده؟ يمين بالله يوم ذاك مشهد دفق الوساخة لقيت الملاح ده مربيتنه في الاكياس وخاتنه في الوساخة. كان ده لي مساكين يا ناس، كان دول مساكين ماله. عشان كده الناس ديل انا بمشي بخش عليهم بقلع منهم قلع. هاي لو هم اصلا عملوا نفاج ما كان الملاح ربطوه في الاكياس وجدعوه في كوش. جدعوه؟ لو عملوا نفاج كان بيعرفوا حالة الجار معلو. طيب ماله؟ بيت القوى. طيب جعان. عملوا نفاج. استغلوه استغلال غير عادي. واحدة زي دي بتمشي وانا بكلمها 100 مرة بتمشي بتدخل تجي تقول لي فلانة قالت وفلانة سوت وفلانة ودت وفلانة جابت، في داعي ليه ده؟ انت ما متهاول ليها؟ مالو انا متهاول ليها؟ هاي هاي. انت الربوك عليه جدودك والنفاجة وخلوا لك ورثة ما كانت تفهمها له؟ كانت قاعدة في الوطن ما مرتك؟ ها؟ صوتكم عالي كده وشنو ما تكون، ما قلنا لكم انتم لسه ماسكين موضوع النفاج، ما قلنا لكم الموضوع ده ما بينجح يا اخوانا، ما تدعموا رقبتكم ساي.
انا واخذ كل ذلك في العلبات ويقعد اخوانا. كلامك صح. البنا من طوبه، البنا من طوبه، نبدا نحن يا محمد نبدا نحن. الناس اتغيرت يا ابراهيم، الزمن اتغير والناس اتغيرت يا اخوانا. الكلام ده ما تقول يوم ما تقول لنا راكم فيه يا راجل. هاي النفاق ده ما تقفله، تعال والله ما هيقفل، ما بيقفل. طيب ولا هاي اوصل الجار. ايوه قال ما زال جبريل، ما زال جبريل وصل بالجار حتى ظننت بانه يورثني. الجار شيء عظيم، اذا كان الناس تغيرت انت ما لك علاقه بالجيران. صفي نيدك كلنا استطلاعات. الله يديك العافيه يا اخي، الله يديك العافيه، شكرا لك والله، الله يديك العافيه يا اخي، خير خيرك وبارك الله فيك. اه زلك ما دارك ابراهيم، الله ما شاء الله الدنيا اللي تعمل خير. ايوه قوا ها زلك ما دارك تيوب الرجال وزول شغال يطلع من الصباح مو فاضي رابع القزاز فوق ما دا شغال بهذا زول. تقول له افتح نفاج بالرجال يا اخي، انت شغال بتخلي زول في البيت كان جاته مصيبه ساي يا اخي. النفاج ده بوريك مجوب، مجوب الباب ها، مجوب الباب اخوانا. النفاج ده بينفع انتوا رايكم شنو النفاج ده بينفع في الزمن ده؟ وروني النفاج بينفع جيد جدا، وبيعمل الترابط والخوة بين الأهل، بيديك ده وبيجي لي ده وبتخش فيه خوة، بتكون في حاجات. لكن لما يكون ما في نفاج بتكون ما في خوة، ما في تعامل، ما في ترابط، ما في أي حاجة بين الناس، وما في أي خوة، ما في أي تلاحم. أصلا بيكون في سلام، في جاري وجاري وجاك وحاجات زي دي. نحن محتاجين كشعب سوداني نرجع لعاداتنا وتقاليدنا، ونسخر الواتساب والفيسبوك في مثل هذه الأشياء الطيبة الكريمة اللي انتهت من الشعب السوداني. لكن النفاج قد يكون موجود في الأغاليم وفي الغرى. النفاج ده صلة وترابط بين الناس، وفي العاصمة هنا قلة، لكن لسه الحمد لله في الريف وفي في أصقاع السودان موجود، وبيتبادلوا بين جيران الخدمات، وليه هسه الحمد لله والدنيا بخير. الزول يقول لك السودان انتهى، السودان ما انتهى، والسودان ذاته ما بينتهي، لانه دي عادات موروثه من جدودنا ومن اهلنا القدام. النفاج ده ما بينفع، دي عادات قديمه سيئه جدا جدا. ايوه ما بينفع. مش هاي نزل القران ايات ذاته في الـ في الـ في الكلام ده، في الكلام ده. اي عذاب الاستئذان تغير الابن ادم، الابن ادم تغير بياته طبع بالمعيشه، والناس بقت ما فاضي يعني بيت القى من الصباح بيقوموا بيطلعوا، ما في زول بيكون قاعد. لكن النفوس في صحة، في نفوس ما طيبة، في بين الأخوان في اختلاف. لكن إحنا شعب والله يا جماعة أقسم بالله بنعتز به، والله شعب طيب، الشعب السوداني ده والله شعب زيه ما في والله. والناس إذا مرقت الغربة برا وشافت والله إحنا زينا ما في، في البيكن بتلقانا، في الكره بتلقانا، في أي حاجة. أما شغلات النفاذة والله في يعني أسع في بيوت لا ما زال الحمد لله في الغربة وفي الأغانم شغالة. والله والله داري مجهود يعني ما حاجة صعبة. الناس إذا النفوس طايبت والناس قعدت وشافت انه اذا انا مرطة اقرب لي سجارة، وهو النفاذ حيشيلني وحيشيلني انا، هو اللي حيزعفني. يعني ما في حاجه صعبه. الناس كيف بس نفوسها تطيب، والناس انها تقعد وتشوف الشغله دي بين الجيران، اذا الجيران اتفقوا اللي قدام بتتعمم ان شاء الله. المساله مساله النفاذ دي هي عادات قيمه جدا وموروثه مغروسه في الشعب السوداني. انا غربي جاي من الغرى والله، الحاجات دي حتى في العاصمه لو شفتوها في رمضان ظاهره. الناس في الشارع بيخطوا فطورهم في الشارع، بيتواددوا بيتراحموا. نحن في الخلا هناك هسه في الغرى ولله الحمد والله في الموت، في الفرح، في الكره، في اي شيء بتلقانا متواددين ومتعاطفين. في حاجات صغيره صغيره ظهرت اللي هي عمليه الحيشان الكبيره والبوابات بتخلي حتى الضيف ما يجي. الباب خلوا فاتح بالنهار ده عشان يجيك الضيف، يجيك المحتاج، يجيك السائل. عاداتنا موروثه اصيله ما تغيرت. والله سودانيين اصليين نحن، عاداتنا موجوده في كل الشعب السوداني والله من شرقه لغربه. يعني النفاج ضروري مهم، ضروري ضروري، ونشدد عليه بضروره انه نحن نتمسك بعاداتنا القديمه دي. قلت لنا شنو يا ابراهيم؟ يا اخواننا نحن لازم نعمل جمعيه دي ولازم تقوم. هاي. والحمد لله انجزنا فيها حاجات ومهمات كثيره. والله الناس كتار ما شويه. هاي يا اخواننا نحن عندنا جمعيه. هاي. والجمعيه دي ان احنا حنشتري منها حفارات. أي. وحنشتري منها صيوان. أي. وحنشتري منها مواتر عشان تنقل الوساخه. أي. من الحي. أي. وده كله نحن حنعمله لقدام. أي. ان شاء الله حس الحمد لله توفرت كم غرفه بتاعت صيوان، وتوفرت حفارات. أي. وتوفرت حاجات سمحه وحفاظات للمويه وبعض. أي. الكراسي. أي. ولسه محتاجين لكراسي. أي. وترابيز. الصندوق حق العلاج ده اهم حاجه. والله الناس اللي بيمرضوا كثير خلاص، وبعدين ما بينقوا، والزول بيمشي بيشحد، وفي ناس ما بيقدر يشحد ومتعففين ما بيقدر يقول ادونا.
فنحن المفترض نعمل لجنه زي الاجتماع اللي فات قلنا نعمل لجنه، لكن ما في زول اشتغل بالموضوع ده، الناس كلها انفضت وكل زول مشى شاف شغلته. المفترض يا ابراهيم ان احنا اللجنه دي نكرر عليها عشان تعمل لنا دراسه تشوف الزول المحتاج منه والناس الزول العيان منه واللي عنده مرض مزمن منه، عشان بدون ما يجي يقول لنا، لانه في ناس بيخجلوا ما بيقدروا متعففين. والله يا محمد كويس انك انت ذاتك حسي انضميت لفريقنا وصبرنا عليك، عشان كده الناس المخالفه دي نحن لازم نصبر عليها. والبيت جاي معانا مرحب به وحباب وحشرة. انا ما لقيت الفايده بصراحه، لقيت الفايده عشان كده قلت يا اخي دي خدمه للناس وممكن ذات انا احتاج. كتر خيرك وبارك الله فيك، كتر خيرك وبارك الله فيك. ونحن يا اخواننا احنا حنبدا جمعيتنا دي واجتماعاتنا زي ما قال لكم محمد، نحن لازم نقعد لها عشان نعرف البيننا والعلينا. بس لجنه الصحه دي مهمه، لجنه الصحه، لجنه الصحه، الصحه والعلاج. ها يا اخواننا اللي بنضموا معانا من دي اهم حاجه. اها جانا واحد قال انا بتضم معاكم. لا ما شاء الله الناس كتار والله يا اسدي، فاتوا كم؟ وصلوا 200 وحاجه ولا كم ما بعرف، كتار شديد. ان شاء الله ربنا يكثرهم. خلاص احنا دايرينك يعني تكون مسؤول من اللجنه بتاعت الصحه. الناس الثانيين برضو ان شاء الله حسب مهنتك. الناس اللي بيعرفون. لا خلاص كلام جميل، ده كلام كويس. انت معناته شغال قريب، معناته انت تقوم تلم لنا بعض الشباب النشيطين الممكن يفيدونا في الجمعيه دي، ونقوم نعمل بهم لجنه عشان يتفقدوا احوال الناس. عندكم الناس مساكين هناك في حيكم ده مربوع كل؟ لكن احنا يعني شغلنا اليوم كله في الشغل، نطلع من الصباح بنيجي داخلين البيت الساعه 11 بالليل. والله ربنا يعينكم، والله ربنا يعينكم يا اخي. شوف الزمن اتغير كيف، ربنا يعينكم بس غايته. شكرا كتر خيرك. كتر خيرك وبارك الله فيك. ها اخوي انا بمشي. انا شفت لجنه العلاج دي عندي مهمه والله صراحه كده، لانه والله يا ابراهيم في ناس متلقى متعففين بخجل وما بقول ادونا. نمشي نحن نعمل لهم دراسه، نكتبهم كله ونجهزهم عشان نضمهم للجمعيه ونشيل اشتراكات ونقول لهم انتم بتحتاجوا يعني زي التامين. والله ده عمل والله ده عمل عظيم. ينزل في الجمعيه جاته حاجه انا يلقى الناس واقفين معاه، يلقى الصيوان، يلقى الكراسي، يلقى الغسالات، يلقى الصحانه، يلقى العده، يلقى اللمبات، يلقى الاضاءه، يلقى الكشافات، يلقى يعني اي حاجه تكون جاهزه. انا تكلمت مع ساميه واتكفلت بانها تقوم تجيب نسوان الحله وتجمعهم، وفيما يخص الاكل والشراب هم بيحضروا له كل المعدات. وهي ما اعرف هسه عملت شنو، لكن هي هسه في اجتماعات مع النسوان وبتجي توريهم حاسه شنو. والله بالمناسبات دي طبخ براوي يقول لا لا القرش الفلانيه براوي، والله براوي هناي ميزانيه. احنا ما عندنا مشكله، اللي عنده استطاعه يجيب طباخ يجيبه، لكن اللي ما عنده استطاعه نحن الجمعيه تقوم له بكل الواجب. خلاص انا بمشي لناس حي هناك والمربعين اللي جنبي كلهم عشان اقدر اعمل لهم حصر واقدر اجيب لكم الناس المحتاجين واقول لهم انضموا معنا عشان العدد يزيد. كل ما العدد زاد كل ما القروش كثرت، كل ما الميزانيه كثرت، كل ما نحن قدرنا نغطي جزء من الناس. خلاص انا ذاتي انا بمشي، انا بكلم الناس زي كلهم وان شاء الله بحدد لهم مواعيد بتاعت اجتماع جديد. لكن والله في ناس كده يمكن كثيرين الله يكفينا شرهم. بس مليون لا بجدعوا لا بجيبوا الحجار لا بخلوك انت تجدع لا بخلوك تجيب الحجار لا ما بس غايته الحمد لله بس نصبر عليهم بس بالراحه عليهم. بالراحه مرات ما بتنفع، مرات بيجيبوا لك خلاقك هنا. اي لكن بيشيل منه بالرجاله ما بتلقى الناس كلها ماشي بجرب واحد بس بتلقى زول مكنجر بيقول لك لا بس ما داري يجيب يعني لامه شديده. خلاص في 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 اي في لامه في لامه شديده والله في اي ما في زول بحرن في والله بس في ناس حمار بس حمار بس دق كيف لك كذي خلاص ثاني ما بيتحرك كله ده شنو ده؟ لا في تفاهم لا في راي لا في وجهه نظر لا في ناس لا في خاطر لناس لا في الناس. الزول بيكون عنده خاطر شويه كذا للناس ما صح؟ والله عنده خاطر ده تلقاه كان مشى المغابر ما بيحفر ما بس يقعد في القبر يقول له اكل هنا واكل هنا واكل هنا. لا 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 يا اخي ما تعصر على ود الحد نظامين بس يا اخي ما كبرتها يا اخي انت شرمتها وقعتها كلهم وهو ما بيشتغل ما بيشتغل. انت كنت تعرف ما تجي انت لا يوصف لا من بدل من الزراعيه خلاص الزراعيه من الزراعيه امشي هنا واعمل كذا وسوي كذا اكل هنا اكل هنا اكل بيجاي اكل بيجاي ما ترفع لي فوق ما ترفع لي فوق لا ده خليهم ده ما ينفع معانا نحن دارين الناس بتاعين شغل. والله انا بخاف عليه الازمه يجي هنا في راسه سدت ما بننقر وذاك بيرفع كده ونبزح راسه داير التنظير داير التنظير داير يتكلم داير يتكلم داير يلقى له فرصه كان لازم يتقطوا هنا كان بالشقلب بالشقلب بيدفنه هات بس ربنا يعين ربنا يعين بس ها نحن نمشي
انا اجيب لكم اعمل لكم الدراسه واجيب لكم الناس الجنبي عشان القصه دي تكبر شويه. خلاص كل ما العدد يزيد كل ما كان في صالحنا. خلاص ان شاء الله. هاي يا اخواننا ما تنسوا الاجتماع السبت الجاي، السبت الجاي قدام الدكاكين، قدام الدكاكين السبت الجاي، ما تنسوا يا اخواننا، ما تنسوا. رافع نهارتك في السماء، مرتك ما لما بتخش الجمعيه قالت لي راجلي حماني قال لي ما يخش الجمعيه. حريمي ثلاثه منعتين. ها الثلاثه منعتين وهددت هنا اي واحده فيهم تدخل الجمعيه ثاني ما تجيني في البيت. خلاص لما تحصل لك حاجه خلي حريمك ده يجي يفليك الناس بالناس يا اخوي. حاجه زي شنو؟ حاجه زي شنو؟ الموت ده الموت ناسيهم كم موت زيهم زي غيري. بيشيلوك الرجال ولا بيشيل لك النساء؟ انا لله وانا اليه راجعون. بيشيلون الرجال نسوان ما يباروني ذاته. يا راجل يا راجل نحن عملنا انا اجتمعت بنسوان الحله ده كلهن واحده فيهن قالت ليلى ما في. قلنا نحن النسوان نعمل الصندوق بتاع العده، عملنا صندوق العده. قلنا يا جماعه في ناس مساكين زمان الاكل ده بيجيبوا له طباخه يا جماعه، الاكل ده بيجيبوا له طباخ بيسووا له النسوان. ايوه يعني نفس الاكل ده كان سوينا نحن في بيت المناسبه النسوان، ما بنوفر لناس المناسبه دي الحاجه يا جماعه. ها ما مساعده. ها ليش يعني يجيبوا طب في ناس ما مقتدرين يجيبوا طباخ، القادر ده اللي يجيب الطباخ لكن في ناس ما قادرين. اسمع يا بنت الناس، انا حريمين الثلاثه منعتهم جمعيتكم دي. اها وحالف طلاق هتدخل الجمعية دي تاني ما تجيني في البيت. واحد اثنين، انا حصلت لي حاجة عرش الاولاد لعناي بأجر بقروشي، بأجر الطبخ بأجره، الصيوان بأجره، البلوك والصيوان بأجره بقروشي. ما داير جمعيتكم دي ولا داير اموركم بتاعت الثلاث ورقات دي. اجي في جمعية قال نعمل جمعية قال نعمل عدة، عدة شنو يا اخي؟ اسمع يا اخوي انت راقد في قروشك لكن العز ما بدوم، العز بدوم يا ناس، العز بدوم. ممكن تحصل لك حاجه طمرت في روحك دي قروشك دي كلها تروح، بتحتاج للناس ولا ما بتحتاج للناس؟ انت بتعرف الناس ديل؟ آه. انا اسعى بزعلوا سؤال بحيرهم. اها الناس كلهم بتاع الجمعيه ديل كان ضربوها سووا شنو؟ ما بيضربوها. هذا ما شنو؟ هذا ما شنو؟ بالقطع من ده 20 من ده 30 من ده 50 من ده 70 من ده 80. دارين نجيب صيوان، دارين نجيب كراسي، دارين نجيب جكوكة، دارين نجيب بنابر، دارين نجيب افرضي نحسوها. انتوا تقبلوا وين؟ لا ما بنحسوها، نحن الناس اللي خطيناهم ديل ناس صغة واصغين فيه صغة تماما ما بسووها. بعدين تعال نزلك يا اخوي، كان حصلت اي حاجة في الحلة لا تشيل صينيتك تمرق مع الرجال في بكا الاكل اللي بتدفك فيه ده. بالله العظيم بالله العظيم يا مداك مشينا حتة سيم البامبونا بيت البكا ما بنعرفه، بس بارينا الصواني وصلنا بيت البكا. ده الكرم ودير الناس. انت وين من ده؟ انت وين؟ ده كله خوم وجمعيتكم دي خوم. كيفين؟ خوم ثاني. هتزوركم الابراص بشعر ده؟ ده صعب خلاص. لا 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 لما تحت خشمه قال 50 جنيه، 50 جنيه لشنو؟ قال لا شنو؟ المقدم، مقدم شنو يا اخي؟ ده استهبال، دي امور بتاع ثلاث ورقات انا بعرفها كويس. والله العظيم ال 50 جنيه دي هي بتسوي حاجه؟ ال 50 جنيه دي مره واحده في الشهر يا ناس بتسوي حاجه؟ لكن ما بتسيب فرقه لناس في المرض الفجأة يا جماعه والموت اللي بيجي فجاه. انت للعرس ده بتتحضر وبتتجهز، لكن الموت ده بتتحضر له وبتتجهز له. شوفي يا عمري انت تمشي للنسوان تعمل جمعيه تعمل بتاع نسوان ثلاثه ما تصليون. انا كلمتك تصليون انت هم بوديكم في 60 داهيه. واضح ولا ما واضح؟ ما واضح ما واضح. انت جاي روحك بتخوفني؟ انت جاي روحك بتخوفني تحمل لي عينك تخوف نسوانك؟ لكن انا ما بتخوفني. حايمه لي في الحله، انت حايمه لي في الحله. الجمعيه الجمعيه انت ذاتك تكوني معاهم. انا كمعاهم رب العالمين ده بيعرفني. انا واقفه واقفه صح، انا واقفه واقفه نسوان صح ونسوان الحله كلها. واقول لك حاجه، انت بيه بخلق ده وبيه الحاصل عليك ده، كان حصلت لك حاجه نحن بندخل عليك.
ندخل عليك نحن بندخل عليك. ما رحمين لا رحمين ندخل ازاي؟ انا كلمتك نسواني دين ما يجيون، لما نسواني الحلة اعمل الجمعية اعمل الطيارات ما تجي على نسواني دين. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ يا محمد 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 وينه؟ وابراهيم وينه؟ هاي انا سامي عملت الحاجات اللي قلت عليك كلها. النسوان كلهم كتبتيهم؟ الا النسوان الثلاثه، نسوان عبد الحكيم الثلاثه ابن. هم دم مكنجل اصله. ها؟ دم اصله اي حاجه اي حاجه واقف لنا فيها. انت عارف قال شنو؟ هاي قال الزول بشعر ده؟ بلغف القروش. لغف القروش؟ هاي ما بطل حسنات بالنسبه لي برضو. شفت حسنات. اي زول ده يتكلم خليه يتكلم. ما في اي مشكله. المهم مشروعنا ده احنا يقوم. شوفي العمل العام ده الزول اللي بيصدر العمل العام ده اصلا الناس بتقول فيه وما بيسلم. كان زول ماز عديل اصلا ما بيسلم، لازم يقول وقال ولخف وسوى. والعجب كان شافوه بنى بيت ولا جاته قريشات ولا حاجه يقولوا ها ها شال القروش بتاعت الجمعيه من حسابات. يا اخي ارجوك رجاء اسمعني خليني في حالك. شنو يا اخي انت رفضت يا اخي؟ ما تحرض لنا الناس يا اخي. ما تحرض الناس، ما تحرض الناس. بيجي بس عني بوري الحقيقه. اوري الحقيقه يا تحريم. بقول له انت ما داري تدفع، انت حر. انا ولا ادفع ولا بشترك ولا نسوان يدخلوا. انا لاقتني سامي الصباح سمعتها فارغ. هذه سامي يا اخي شفتها سمعتها فارغ. قلت لها واضح ولا ما واضح؟ ما واضح. شفتها كيف يا اخي؟ نعم. يا اخي قلنا لك واضح. واضح قلنا لك واضح. ايوه ابعد من الناس يا اخي. انت حس اتهمتنا تعال اخش معانا في اللجنه ونحاسبك على المليم واي حاجه بنجيبها بنقول لك يا اخي نحن عملنا كذا 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 كذا. ايوه 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 عشان اتورط بالله. ايوه يا اخي انت معايا انا ومحمد ده ما بتتورط. ما بتتورط وبنجيب الناس كلها يا اخي، بنوريهم حساباتنا بالدقه بالجنيه بالتعريفه يا اخي. انت عندك دليل تتهمنا يا اخي؟ تتكلم في الناس ما حرام عليك يا اخي؟ انا قال رب العالمين يا اخي. عندك دليل؟ انت عندك اثبات؟ قال لي زول اللي اسمه محمد ابراز ده قالوا ده ما في الاطار قولوا في الجمعيه دي. انا قالوا لي كده. قالوا لك كده؟ قالوا لي قال لي قول لي فلان عشان امشي اجيبه قدام القصه. قول لي فلان وين انا مشيت النادي امبارح. خلاص قالوا حاجات الجمعيه دي هنا وانت كل يوم تمشي لك حاجه وتمشي زي شنو انا ما عارف. حاجة قال لك كده ابنه ابراهيم. قال لك الكلام ده خلاص. الكلام ده تقوله هناك في الجسم. الكلام ده تقوله هناك في الجسم. اذا ما قدرت اثبته انا بفتح فيك بلاغ رد شرف. بس اصله ما بعد اثبت لنا الكلام ده. قالوا لك منه انه نحن بنشيل الحاجات وبنبيعها. انتوا حاجاتكم خاطرنا في النادي؟ نحن خاطرنا الحاجات في النادي. جميل جدا. قاعدين تمشوا النادي؟ قاعدين نمشي النادي. تقعدوا لحد نص الليل؟ قاعدين نقعد لحد نص الليل ونعمل الاجتماعات كلها. وبتشيلوا شنو تمرقوا؟ ها؟ ها؟ أنا ما قلت لك الزول ده نفتح بلاغ. بس يمشي يقول كلامه ده هناك يجيب لنا الدليل. اسمعني بس. نعم حسي عليك الله. أنا كان خنقتك. هذا موضوع خصك. ده موضوع خصك. أنا عندي يدين برضو. لا لا أنا خنقتك. نحن الاثنين ما لك عقليتك. نحن الاثنين ما لك عقليتك. أنت عقليتك يا أخي. أنت أي حاجة واقف قدامي يا أخي. أي حاجة واقف قدامي يا أخي. تتهم الناس بالباطل يا أخي وتحرش الناس. تحرش الناس. أثبتوا لي جمعيتكم دي صحيحة. تحرش الناس. تحرش الناس يا أخي. تحرش الناس. أقع علينا. هسه يا كان ماشي النام. ما احنا ما جمعيه. اقع 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 النوع ده كان ما مرض وقع وربنا ابتلاه ما بيعرف الله واحد. عشان كده ما حيرجع لنا كله. لكن خلي الزمن بيوريه انساه. خلينا نتكلم في الناس. الراجل ده خلوه. انا ماشي للنسوان. النسوان هسه قال لي الساعه 12 نحن كلنا جبنا مساهمات. جابت لها صحن، جابت لها كوره، جابت لها حله. عندنا جمعيه ماشيه لما العده ولما القروش. ديل النسوان. هاي النسوان. هاي سامية. ديل النسوان. سامية اغشي معاك حريمي ثلاثة. كلمين خلينا نجي للجمعيه. ايوه كده. ايوه كده. ايوه كثير. ايوه كده. ما تنقز المكنجر يا معانا يا اخي. احمد يا اخي. معلش عفيتك. 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 اهو. هذيل اخواننا ناس الجمعيه جو. ناس الجمعيه جو. مرحبا حبابكم الي. اهم هذيل ديل كلهم ناس الجمعيه. يا جمعيه اها رتبتوا الامور كلها تمام تمام. الله يبارك فيكم. ما الناس الخير ده. الخير ده الناس كلها بتجي. ناس الجمعيه مرحبا حبابكم. اها عمنا 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 محمد احمد. عمنا محمد احمد من برا 10 مليون. انا جاي تعال
احمد مضطر يا 10 مليون اهو محمد عبد الرحيم الغالي مضطر ب 10 مليون محمد موسى التوم متبرع بكل جهوده وزمنه وكل زمنه للجمعية. نفيسة بنت الطاهر نفيسة بنت الطاهر 5 جيزان كبيرة تبرعت بيها. أنا بيتي حق المرة الرابعة طلقتها أديته للجمعية. يا يا ابو مروه هسه جاني زول والله شكى لي مظلوم ظلم شديد خلاص جنب المحاكم هناك جاني حلف لي قال لي والله العظيم نحن عندنا محكمه خشينا قالوا يجيبوا زول شاهد انا الزول ده داير منه حق قال لي لقينا واحد برا حلف بالكذب لا حول ولا قوه الا شهاده زور حلف بالكذب قدام القاضي وانا حق انا اسوي شنو قال لي هسه انا بعوضني منه قلت له تعال الجمعيه نحن بنعوضك ما في اي مشكله وحكى لي قصته كلها انت تعال صحيح في ناس قاعدين جنب المحكمه بس تناديهم كده تعصر لهم قروش مش حلفوا بالكذب قاعدين وحسب وكمان بيقول لك شنو الحليفه حسب القضيه يعني كان بيطلع لك منها مبلغ كبير وفي الحليفه داير مبلغ كبير يا زول والله ما يعني الكلام ده يعني والله الكلام ده انا قايله الحليفه هذا لكن عندها سعر ابراهيم والله الكلام ده انا قايله حكى ساي لا ما حكى الكلام ده جاز شنو؟ حسب الشغل عليك النبي؟ يعني بالكذب؟ مثلا كذب؟ مثلا انا علي محمد قلت له يا اخي البيت ده حقي بيته بيته ده حقي وجبتك انت شاهد اها تشهد بشوف البيت بيته ايوه شوفه غيره البيت ده سعره عالي انا بحب بيك يا زلمه انا بعدها اتحمل مسؤوليه عليك في ناس قاعدين كده؟ يا اخي وانا نازل ما يشوفوني شو رايك فيهم شنو انت؟ ظلم والله ما اعرف شوف من الله وين هذا اللي فوت من الله وين لكن خلنا ذا كلام شنو ذا دي ما مشكلة هسا والله دي مشكلة هذا نعمل له شنو بتقيف معانا مع الزول لا الزول الزول لا لا الزول الرشودة الحلف عليه بزور ساي هو مظلوم جاء زول شهد عليه ودى قروش بيساهم معانا ولا بيساهم معانا؟ بساهم معاكم بس خلاص هذا المشكلة اخوانا تمام اخوانا الضحايا دينا نقدر نقيف معانا اخوانا والله أي؟ مشاكل كثيره خلاص مشاكل كثيره كثيره هسه دي حلها كيف ده المفروض والله العظيم يمشوا في محل هناك وكشون كله يسوقون بالصوت اي والله بالصوت شوف ده جلدون بالصوت تمسكوا كده الواحد ها ايوه صوت عمل مش هذا الزول صوت عمل اصلي اي تقوم تطلع كان جبتوا له هسه دي عكاظ مضبط ها عكاظ مضبط والله مضبط والله يستاهل عكاظ مضبط كده وين في الفكره تجيب لك بنايه اي وتمشي السلخانه تقول لها داير ضبه ايوه ضبه حق التور ايوه طنب الورق بتاعت العكوه العكوه جراب من العكوه 3 انفار شيت هاي الجراب ايوه حطها بالعصايه فين خلاصه ايوه العصايه دي لو ضربتها العمود ده ثاني ما بتتكسر يضربوا بيها الزول ده انت ما شفت ذاك قال لك جيب الوكاز المضبب ده اها النقطه دي كان لا والله هسه احنا نمشي نعمل لنا نشوف نحل الموضوع ده والله نكلم ناس الجمعيه نقول لهم في ناس بيحلفوا زور قاعدين جنب المحكمه بس دي شغلتهم طيب تديهم قروش يمشوا طوال يحلفوا معك ما ولا بكون عارف القضيه شنو ولا بكون عارف انت مالك ظلمت الزول ذاك ولا ما مظلوم ولا بكون عارف تفاصيل اي حاجه ولا ذا ولا ذا بس يمشي طوال يحلف هذا يسوي له شنو زي ده؟ اها ما انا اشوف لهم طريقه الناس يعني الضحايا زي ديل ما بكونوا مظلومين يا اخي نحن نقول ابو مروه يطلع لنا زول عكس ابو مروه ايوه هذا نودي وين؟ هذا والله دي مشكله دي والله دي مشكله دي بحلها من دي نحن نقوم نحل نلم الناس مشكله زولنا هاي المسكين هاي الحلفوا عليه بالبهتان ده هاي كويس؟ هاي وديلك نخليه لله الله نخليه لله الله لكن نلم الناس ها؟ نلم الناس ونقول لهم الكلام ده غلط
ونمشي ونمشي نلف المحاكم. انت عارف الحلف ده؟ هاي كان قبضته. هاي وقلت له انت بتحلف هناي ثاني بيحلف لك ثاني بيحلف والله ما قاعد احلف. بقول لك والله ده معنى. بقول لك احلف لك قسم انا ما قاعد احلف. ما لازم يتعود يقدر يحلف ساعه ثانيه. يعني ده ما بتقدر تقبضه. هاي لكن اخواننا ده الكلام ده انا وصلت الدرجه دي. ممكن يجيب ذول زيه ذات يحلف زيه. ممكن يجيب هاي بيعرف ناسه. لا ولا يقول لك والله المساله دي رزق. تسترزق يعني اكل عيش. هاي تسترزق العيش بالحليفه. اكل عيش بالحليفه عليك الله ده كلام ده. لا حول ولا قوه. اخوانا ده هذا تراكم شنو في الكلام ده؟ ليش يسوون شنو ده؟ يعاقبوا كيف يسوون شنو؟ المسكين. ها؟ المسكين المسكين الظالمين. لا بس نحن نعمل الجمعيه، الجمعيه دي بتشمل الناس الضحايا دي بس. انا بفهم كده. دي رساله وصلت ونحن بجد يعني كلنا اللي مع ضدنا في 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 ضد الناس اللي بيحلبوا زور. واصلا اللي بيحلبوا زور ده مهزوز في ايمانه بصراحه وامانه. لماذا؟ لانه بجد اي زول بجد له مربى صح وماكل الحلف صح اللي ما كان حلف في المسكين ده انه نفذ فهم ضد نفس الزول اللي اصلا جابوه يعني يحلف زور ده. انتم ما بتكونوا عارفين اصلا ساكن في سكن وين اتحروا عنه بعدين افتحوه بلاغ وعملوا منشور عنه في المحاكم بعدين المحاكم ده اصلا على فكره ما ما, 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 ما اي زول بيحلف كده خلاص. في برضه لجنه يعني تتبع للقضاء دي لاي زول مظلوم تعبان ما عنده حق حق الادعاء بتاعت المحامي هي مكفله انه تطلع له يعني محامي يدافع عنه بصراحه امانه بس الناس تعرف حقها وين. بعد ذاك برضه في استئناف يعني يستأنف في ظل الاستئناف يلم معلومات حول الزول اللي اصلا جاء يعني شاهد الزور ده بصراحه امانه لانه على فكره لازم ما سعي ممكن والله يجيب لك تاريخه من اول ما ولدوه بصراحه امانه. عشان كده انا بتمنى من الله يعني والناس انه توعى على حقها وين. بمجرد ما انت بجد في ناس احنا لا ننكر في ناس بجد يعني ناس امرهم صعب بياكل حق الناس سهل جدا بالنزول بيقول لهم زي شراب المويه. نفس الفهم نكون ضدهم بمفهومنا وبعلاقاتنا نكتفي الناس بجد عندهم رؤيه عندهم فهم بعد ذلك انا استشير يعني. في ناس ممكن يعني زي ما قلت جبيل الزول اصلا ساكن ده بكون ناس عارف عارفين يعني زول بجد يحلف زور يتحرى عنه بعد ذلك يفتح فوق بلاغ طوالي في نفس اللحظه يعني المحكمه تفوق بلاغ بعد ذلك بيعرف ان فعلا زول ده كده. الحكايه دي عندنا في الريف كثيره شديد منتشره في الريف عندنا الحليفه بالزور دي شديده وبعدين ناس زي ما قال الاخ يعني بيأجروا ناس عديل بيحلفوا عندنا في الريف ونسأل الله إنه يكفي شر الناس المرضى دي مرضى أنا بقول مرضى. ربنا قال حق اللي بيأكل حق الناس كعب يعني يوم القيامة بيأكلوا نار. شوفوا يا جماعة النار وقعت في سبعة بحار حتى جات شنو نار الدنيا. يوم القيامة أي زول أكل لقمة حق الزول يوم الغياب ياكل شنو؟ قدر الاكله نار والظلم شنو؟ ظلمات يوم الغيام. بالنسبه لمساله الجمعيات يعني المعاونه مطلوبه والتكافل مطلوب يعني الناس حتى ما ترجع جمعيه يعني الزول ممكن يتحسس جاره يشوفه مثلا ضعيف محتاج اولاده يعلمون وهو عنده الامكانيه انه يساعد يعني ما يساهم يعني ما شرط الا جمعيه كده. لكن الجمعيه طبعا اذا توجدت ما شيء مؤسس ومنظم ومرتب ومطلوب يعني. بالنسبة لشهادة الزور يعني هي والعياذ بالله يعني دي مهما انت تحاول تعالجها ما حتقدر. القاضي ذاته اذا حاول ما حيقدر لانه عمر بن الخطاب لما زمان رسل رسالة لغادي قال له شنو؟ قال المسلمون عدول يعني مقبولة شهادتهم. المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء او نسب. ديل الثلاثة ما بتتقبل شهادتهم. لكن باقي الناس انت ما حتقدر تعرفهم. ويبقى دي معناها حاجة نفسية حاجة داخل الزول. ويعني اذا الزول قدر انه يتجرأ انه يحلف ده بعد ده يرجع حسابه من الله. وما حتشملك انت المساله انت براك عايل ليك وعايل لاولادك واولاد اولادك والضرر اللي بيلحقك. فانا بسال الله يعني انه ما تكون الحاجه دي موجوده او اذا توجدت تكون بسيطه وتتعالج ان شاء الله.